على نهر أونا هناك العديد من الشلالات، وأشهر هذه الشلالات في محمية أونا الوطنية. يجري هذا النهر بطول 212 كيلو، يبدأ نبعه في كرواتيا، وفي معظم أوقاته يكون حدا فاصلا بين كرواتيا والبوسنة، وينتهي فيه الأمر بأن يكون رافدا لنهر سافا. وصلنا إلى شلال مارتن برود في محمية أونا الطبيعية. تحتضن هذه الغابات أكبر تجمع شلالات في نهر أونا، شلالات مارتن برود. على مسافة تقريبا 800 متر يتساقط هذا الشلال بشكل تدريجي، ليصل ارتفاع هذه التساقطات إلى ما يقارب 54 متر. تسمية الشلال نسبة إلى قصة أسطورية، وهي بنت اسمها مارتا أو مارتن تحب لها شاب في الجانب الثاني من النهر. وفي أحد الليالي كانت بتعبر بأداة بسيطة، كانها سفينة تنقلها للجانب الثاني، وباللهجة المحلية يسمون السفينة برود. فلما عبرت انزلقت داخل النهر وسحبتها التيارات المائية فغرقت، ولم يتبقى إلا خصلات بسيطة من شعرها، فسموا المنطقة مارتن برود. الآن بتجه إلى الجسر المعلق، جسر خشبي، والجانب الثاني من الشلالات. إذا تعديت الجسر واصل لك 100 متر 200 متر كذا، حتحصل شلال خلفها بيوت. ما شاء الله، هذه محمية أونا الوطنية. شوفوا الإطلالة هناك، شوفوا النهر، هذا مجرى النهر أونا. هذا الجهة هذه كرواتيا، وإحنا في الجانب البوسني الآن. هنا وسط مدينة بيهاتش البلدة القديمة، ممشى في المساء يكون أكثر ناس، وأيضا في الويكند في مجموعة مطاعم وكافيات صغيرة. الممشى يمكن حوالي 300-400 متر. وسط البلدة هذا المسجد الشهير، مسجد فتحية. طبعا المسجد هذا قديم، عام 1266 ميلادي بني ككنيسة. طبعا يرجح هذا التاريخ أقدم ذكر له، وكان اسمها كنيسة القديس أنطونيو. لما وصل العثمانيين عام 1592 تم تحويل هذه الكنيسة إلى مسجد. وهذا المسجد يميزه أنه مبني على الطراز القومي. بعد ما حول المسجد كتبوا عليه النقوش العربية هذه. هذا النقش عام 1312، وهنا نقش عام 1280. على نهر فرباس، بعد ما تطلع من ييتسب 10 دقائق تقريبا متجه إلى ترافنك تجيك هذه المخيمات. طبعا الآن جدد هذولي، يعطونك الخيمة فقط الساعة ب20 مارك، ولكن اليوم كامل ب60 مارك. الخيام حاطين هذه السواتر كفاصل بين خيمة وخيمة. هنا حاطين بيت شعر. يا سلام، بيت الشعر على النهر.